بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام أربع أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة، ثم السيوف شرعت 27 غزاة بالنصرة، وموته في 11 الهجرة، أزواجه بعد خديج 10، سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة، ورملة هي صفية ميمونة والجامعة، من نسل إسماعيل إلا 9، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. dambaleelkana furo si aad u hesho ramshid aan soo dhigno.